السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بإمكانه أن ينعم بالمال والجاه وأن يكون على مقاس الزعماء والسلاطين، ولكنه أبى إلا أن يكون رمزاً للعزة والكرامة وخادماً للإسلام والمسلمين، يدافع بشراسة عن الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدافع بكل قوة عن المسجد الأقصى وعن فلسطين وقضايا الأمة. إنه سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، الذي يصدح بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. لا تقلبه الأهواء ولا تبدله الأزمان، حتى أصبح اليوم مفتياً للأمة كلها، وأصبح إماماً للمسجد الأقصى دون إماما. واليوم تقديراً له نرفع صورته عالياً في سماء فلسطين وفي أكبر ساحات غزة العزة، ميدان الشهداء رفح الصمود. قد حباك الله حباً في قلوب العارفين، شيخ أحمد الخليلي مفتي بلد الطيبين. قد حباك الله حبا في قلوب العارفين، شيخ أحمد الخليلي مفتي بلد الطيبين. زادك الله إباء يعتري أفق الإباء، زادك الله إباء يعتري أفق الإباء. يا عمان الخير، يا عمان الخير، يا عمان الخير، إنا منك يأتينا الوئام، من قلوب فيك تنبض بالسماحة والسلام. يا عمان الخير، إنا منك يأتينا الوئام، من قلوب فيك تنبض بالسماحة والسلام، بالسماحة والسلام. قد حباك الله حبا في قلوب العارفين، شيخ أحمد الخليلي مفتي بلد الطيبين. قد حباك الله حبا في قلوب العارفين، شيخ أحمد الخليلي مفتي بلد الطيبين. زادك الله إباء يعتري أفق الإباء، زادك الله إباء يعتري أفق الإباء. يا عمان الخير.